بمناسبة نهار العالم للسمع، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملتها بعنوان To hear for life, listen with care للتركيز على أهمية الاستماع بطريقة أهمة لنحافظ على سمعنا كل حياتنا. ضعف السمع بيمنعنا من التواصل مع غيرنا حوالينا، بأثر على التعليم الدراسي عند الأولاد، وممكن يؤدي للوحدة والعزلة الاجتماعية عند الأشخاص الكبار بالعمر. بمراكز الأنف أذن حنجرة بالLAU Medical Centers بنقدم كافة الخدمات اللي بحاجة لها المريض اللي بيعاني من ضعف بالسمع. الطبيب المختص بيستقبله وبيفحصه سريرياً وبيطلب له تخطيط السمع والطبلة وكل الفحوصات اللازمة حسب حاجتها لتشخيص حالة ضعف السمع وعلاجها. نصيحنا لكم لتحافظوا على سمعكم، ما تتعرضوا للأصوات العالية، ما تستعملوا الإيرفونز فترة طويلة، إذا كنتم بمحل في ضجة حمودي نيكون بالإيربلوكس واستشيروا طبيبكم عند أي عارض بالأذن.